مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه، وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثاني عشر الخاص للقعدان اللقايه من مسافتنا الخمسه كيلومترات. نسير ونبدا مع هذه الشعارات ومع هذه الاسماء اللامعه والباحثه عن الناموس. ننطلق هنا مع ولد شاهين ينطلق بشعار صالح بن سعد بن محمد النابت المري، ينطلق هنا مع التحدي الأول ومع الصراع الأول ثاني المراكز وثاني المنطلقين. هناك من الجانب الآخر هنا وصل وضاح سعيد بن محمد بن حمد بن محمد بن مسعود ثالث المراكز، وصل هنا في ثالث المراكز، وصل سراب علي بن ثامر بن ناصر النعيمي ينطلق في ثالث المراكز رابع المراكز ورابع التحديات، وصل هنا مزعج محمد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر ينطلق هنا في رابع المراكز أو خامس المراكز هناك من الجانب الآخر ويغير إلى ثالث المراكز. هنا وصل المنطلق من يحمل الرقم 22 سراب علي بن ثامر بن ناصر النعيمي، وفي خامس المراكز وصلت الشعارات، وهناك من الجانب الآخر ينطلق ويندفع هناك الرامي سالم بن محمد بن قطامي الفهيدة المري ينطلق هنا في خامس المراكز. ولكن نعود مع التحدي الأول ومع الصراع الأول، هنا المنطلق ولد شاهين صالح بن سعد بن محمد النابت المري ينطلق مع المركز الأول ثاني المراكز، وصل هنا شعار بن قطامي سالم بن محمد بن قطامي الفهيدة المري ينطلق هنا مع الرامي في ثاني المراكز ثالث المراكز، وصل هنا الغواص عبد الله بن خليفه بن محمد بن شاهين المرر هنا ينطلق ثالث المراكز رابع المراكز ورابع التحديات. مزعج قادم محمد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر خامسا وخامس التحديات. هنا المنطلق سراب علي بن ثامر النعيمي ينطلق هنا في خامس المراكز. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، هكذا هي النتيجه للخمسه المراكز المتقدمه. ونعود الى المركز الاول، ولد شاهين صالح بن سعد بن محمد النابت المري ثاني المراكز، هناك الرامي من الجانب الاخر سالم بن محمد بن قطامي المري هنا في ثاني المراكز ثالث المراكز، وصل هنا الغواص عبد الله بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر رابع المراكز ورابع التحديات. الله يا سراب علي بن ثامر بن ناصر النعيمي خامس المراكز، وصل هنا والمنطلق مزعج محمد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر. ولكن أعود مع شعار بن قطامي من غير إلى التحدي الأول وإلى الصراع. أعود هنا مع بن قطامي ينطلق مع الرامي سالم بن محمد بن قطامي الفهيدة المري، وفي ثاني المراكز هناك ولد شاهين صالح بن سعد بن محمد النابت المري ثالث المراكز، وصل هنا الغواص عبد الله بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، وفي رابع المراكز الله يا رابع المراكز سراب علي بن ثامر بن ناصر النعيمي خامس المراكز وخامس التحديات. وصل هنا المنطلق مزعج محمد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر، ولكن بدأنا في المنعطف الأخير. الله بن قطامي مع التحدي الأول مع الصراع الأول سالم بن محمد بن قطامي المري ثاني المراكز ثاني التحديات، وصل الغواص عبد الله بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر ثالث المراكز، هناك ولد شاهين صالح بن سعد بن محمد النابت المري رابع المراكز، هنا المنطلق رابع المراكز سراب علي بن ثامر بن ناصر النعيمي خامس المراكز. الله يا مزعج محمد بن مبخوت بن محمد بن مسعود آل جابر هنا ينطلق في خامس المراكز، ولكن نعود مع الصراع الأول. الله يا ولد شاهين صالح بن سعد بن محمد النابت يغير هنا وينطلق مع ولد شاهين بن قطامي في ثاني المراكز سالم بن محمد بن قطامي المري الكل، ولا
الأخير. يلا يا ولد شاهين، ولد شاهين هنا ينطلق. صالح بن سعد بن محمد النابت المري ثاني المراكز، هنا الرامي سالم بن محمد بن قطامي ألف هيده المري ثالث المراكز، ثالث التحديات. الغواص عبد الله بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، ولكن خلاص ولد شاهين، ولد شاهين مع التحدي الأول. صالح بن سعد بن محمد النابت المري ثاني المراكز بن قطامي مع الرامي. الله الله، الستمية متر الأخيرة، وهنا ولد شاهين، ولد شاهين. صالح بن سعد بن محمد النابت المري ينطلق مع ولد شاهين ثاني المراكز الرامي، سالم بن محمد بن قطامي المري، وفي ثالث المراكز وأول دخول راهي راشد بن محمد الصافية المري. ولكن خلاص ولد شاهين، ولد شاهين. صالح بن سعد بن محمد النابت المري، وهناك في ثاني المراكز شعار بن صافية، ولكن خلاص شاهين، ولد شاهين. صالح بن سعد بن محمد النابت المري الميتين متر أخيرة يا بن نابت. هنا صالح بن سعد بن محمد النابت ينطلق مع ولد شاهين، اللي يبغى السبق متواصل يمرح الشاهين وعياله. الله الله يا ولد شاهين، واسعد الله صباحك يا صالح بن سعد بن محمد النابت المري ثاني المراكز. وصل هنا راهي راشد بن محمد الصافية المري ثالث المراكز. وصل الرامي شعار بن قطامي سالم بن محمد بن قطامي ألف هيدا المري، وفي رابع المراكز. وصل هنا النادر عبيد بن حمد بن محمد بن قبعان المري خامس المراكز. وصل خامس المراكز هنا شعار عبد الله بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر مع غواص. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، لحظة وصول ولد شاهين إلى خط النهاية، يحمل شعار صالح بن سعد بن محمد النابت المري، والتوقيت الزمني 7:42 بالوفاء والتمام. ثاني المراكز، ثاني المراكز. وصل راهي راشد بن محمد بن حمد الصافي المري، التوقيت الزمني 7:43 و7 من الثانية. ثالث المراكز، وصل هنا شعار بن قطامي سالم بن محمد بن قطامي مع الرامي، ولحظة وصوله إلى خط النهاية 7:44 و5 من الثانية. فتهانينا والناموس.